سوف يعلمون أن نحن المسلمون قادمون نرفع الرايات سوف يعلمون أن نحن المسلمون قادمون تشهد الأيام عنا والسنون فاسألوا الأكوان عنا من نكون تشهد الأيام عنا والسنون فاسألوا الأكوان عنا من نكون بغير النور في الليل هدى لن ننطفي أبدا لن ننتهي أملا إنا كبرق في السماء جاء ملتهبا فإذا البرق تجلى فارقبوا شمس النهار وارقبوا الرايات تصلى برياح الانتصار مسلم جاءك برق أزرق يسمي العيون بأسه حل بكفر إننا منتصرون مسلم جاءك برق أزرق يسمي العيون بأسه حل بكفر لن يطول البعد عن النصر ولن نرضى بغير النور في الليل هدى لن ننطفي أبدا لن ننتهي أملا إنا كبرق في السماء جاء ملتهبا فإلى الله مضينا عن حمى الدين نذود أبى العز أبينا هكذا طبع الأسود فإلى الله مضينا عن حمى الدين نذود العز أبينا هكذا طبع الأسود سوف نبقى بثبات تقتدي به الجبال يطرد اليأس ذليلا من عزائم الرجال سوف نبقى بثبات تقتدي به الجبال يطرد اليأس ذليلا من عزائم الرجال لن يطول البعد عن النصر ولن نرضى بغير النور في الليل هدى لن ننطفي أبدا لن ننتهي أملا إنا كبرق في السماء جاء ملتهبا نرفع الرايات سوف يعلمون أن نحن المسلمون قادمون نرفع الرايات سوف يعلمون أن نحن المسلمون قادمون تشهد الأيام عنا والسنون فاسألوا الأكوان عنا من نكون تشهد الأيام عنا والسنون فاسألوا الأكوان عنا من نكون انقضى عهد وولى وانتهى ليل الظلام صفحة فينا ستقوى كسنين من ركام أمتي سيأتي يوم ستري وتسمعين أن نصري سوف يبكي أعينا إذ تفرحين أمتي سيأتي يوم ستري وتسمعين أن نصري سوف يبكي أعينا إذ تفرحين أعينا إذ تفرحين لن يطول البعد عن النصر ولن نرضى بغير النور في الليل هدى لن ننطفي أبدا لن ننتهي أبدا إنا كبرق في السماء جاء ملتهبا